تحياتي شباب، كيف حالكم؟ بعد ما قمنا بشرح قسم الانفورميشن جاذرينج، راح نقوم بشرح باقي الاقسام الموجوده بداخل القائمه منو الخاصه بنظام كلينكس. عندي هون القسم الثاني واللي هو من خلاله ممكن انه نقوم ب اللي هو اسمه الفولنابيليتي اناليسيس. بداخله عندي قسمين، القسم الاول فازنج تولز والقسم الثاني هو الفويب تولز. الفولنابيليتي اناليسيس هو اللي هو قسم فحص الثغرات، في بداخله ما يعرف بالفازينج. الفازينج هي عملية لتدقيق البروتوكولات من خلالها ممكن انه نقوم ب يعني توجيه ديتا كبيرة لداخل بروتوكول معين، بحيث انه في حال خلال هاي العملية يعني ما نقوم بفحص امان او قدرة البروتوكول على التحمل، وبالتالي في حال يعني ظهر اي خطأ او اي مشكلة فهذا بدل على انه موجود يعني ثغرة بداخل أحد البروتوكولات. فبهذا الشيء بنحتاج يعني أدوات الفورسينج تولز، وهدول هن يعني الأدوات، هن نفس الأداة بس يعني أدوات بتفحص بروتوكول تي سي بي، وأدوات بتقوم بإرسال يعني ديتا على بروتوكول اليو دي بي. عندي هون الفويد تولز واللي هي أدوات فحص الصوت أو بروتوكول خاص بنقل الصوت. هلا الفويب معناها send voice over network او over protocol، فمن خلالها ممكن انه يعني البروتوكولات اللي بتشتغل على انظمة الصوت ونقل الصوت بين المستخدمين ممكن انه نقوم بفحصها عن طريق استخدامنا يعني لأداة الفويب هوبر. بالاضافة لهدول الادوات واللي هن الانماب والنيكتو والليجيون، هدول اهم ادوات ممكن نقوم باستخدامي، بحيث انه نحنا بدنا نقوم بفحص موقع او يعني سيرفر او شبكة معينة من الثغرات، فممكن انه نقوم باستخدام هاي الماسحات الضوئية. الويب ابليكيشن اناليسيس واللي هو يعني تحليل تطبيقات الويب. بداخل هذا القسم هو واللي هو يعني القسم الخاص باختراق تطبيقات الويب، في عندي اول شيء اداة ويب سكان، من خلالها ممكن تعمل فحص للادوات الموجودة بداخل يعني للمواقع عفوا الخاصة بووردبريس، ممكن من خلالها يعني تفحص 20,000 ثغرة اذا هذا الموقع مصاب باحد هاي الثغرات فبيتم عرضه اليك، وبالتالي ممكن انك تخترق مواقع ووردبريس او تقوم يعني بالدفاع عن سيرفرات ووردبريس عن طريق يعني استخدام هاي الاداة. الويب ابليكيشن بروكسي، اذا فتحنا هاي الاداة او هذا القسم واللي هو بداخله اداة البارب سويت. اداة البارب سويت هي اهم اداة لاي شخص متسلل، المفروض يكون شخص يعني كل ما كنت محترف اكتر بمجال او اداة البارب سويت كل ما كان عندك قدرة أكثر على اختراق تطبيقات الويب وقواعد البيانات والخوادم. فهي الأداة بتساعدك بشكل كتير يعني على اختراق تطبيقات الويب أو فحصه يعني من الثغرات، أو في حال يعني ممكن تستخدمه لتزوير الطلبات اللي بيتم إرسالها للسيرفرات، أو ممكن تستخدمه لإجراء هجمات كتير كبيرة وكتير مختلفة يعني على السيرفرات بغية الدخول للسيرفر ويعني جلب الداتا الموجودة بداخل السيرفر. فبارب سويت هي الأداة المفروض يعني أي شخص داخل يتعلم سيكوريتي مفروض يكون محترف بهاي الأداة، مو بس شخص يعني بيعرف. فلهيك هي يعني موجودة بقسم الويب أبليكيشن بروكسي. عندي القسم الثالث ويب كراولر دايركتوري بروت فورسر. هلا الويب كراولر يعني الزواحف الممكن ان تقوم بارسالها على سيرفر معين او موقع معين لجلب ديتا مهمة من هذا الموقع، منا اسماء مستخدمين، منا يعني اي معلومات، ممكن نقاط ضعف معينة، ثغرات مناطق، يعني اي شيء معلومات خاصة بنقاط ضعف او ثغرات معينة ممكن ان نقوم بارسال الكراولر، بحيث ان نقوم بعمل يعني زحف على الصفحة. لما تقوم بالزحف على تطبيق ويب معين فبيتم يعني جلب جميع الـURL او الروابط اللي بداخل هذا الموقع، وتجيب كل السبدومينز
الموجودة بداخل الموقع عن طريق يعني عملية كراولرز. الدايركتوري بروت فورسر واللي هو من خلاله ممكن انك تقوم بعمل هجمات القوة الغاشمة بروت فورس على يعني الدايركتوري او على السيرفرات، ممكن انك تقوم ب يعني على الخادم. تحتاج هذا الشيء للتخمين على كلمات سر، للتخمين على اسماء مستخدمين، لاستخدام مثلا قوائم كلمات سر وتجربه على يعني بورتات معينه او سيرفرات معينه بغيت يعني الدخول للسيرفر والاستعلام عن الداتا اللي بداخل السيرفر، او لامتلاك يعني صلاحيات مستخدمين معينين موجودين على الشبكه. لهيك يعني بيتم استخدام البروت فورسر. هاي الادوات هي الدبليو فاز والفاف والديرب وستار والديرب، وعندي الكوتي كات. عندي الويب ابلكيشن فولنابيليتي سكانرز. الويب ابلكيشن فولنابيليتي سكانرز واللي هن مثل ما ملاحظين ويب سكان، اس كيو ال ماب، سكيب فيش، كوميكس، بارب سويت، ويب سكان، هاي الادوات كلها تعتبر ماسحات ضوئيه ممكن انك تقوم باستخدامها لفحص اي نوع من انواع المواقع وايجاد الثغرات بداخل يعني هاي المواقع. فهاي الادوات يعني ممكن نستخدمها لمسح المواقع وايجاد الثغرات بداخل المواقع. عندي القسم الرابع واللي هو داتابيس اسسمنت. الداتابيس اسسمنت هو عبارة عن قسم يعني وظيفته التعامل مع قواعد البيانات ومخاطر اللي بتكون يعني موجودة بداخل قواعد البيانات، واللي هي عادة بتكون ضعف أمني. هاي الضعف الأمني يسمى ثغرة. هاي الثغرة بتكون عبارة عن يعني خلل بداخل الكود الموجود بداخل قاعدة البيانات بيؤدي إلى يعني إيجاد هاي الثغرة. هذا الخطأ بيقوم فيه المبرمج أو الشخص اللي بيقوم بإنشاء قاعدة البيانات، وبالتالي في حال ارتكب أي خطأ ممكن أنه هذا الخطأ يتم يعني تعداده كثغرة. هاي الثغرة بتسمح لك أنك تقوم بعمل أكسس على قاعدة البيانات وبالتالي الدخول لقاعدة البيانات. فمن أحد هاي الأدوات هي الـ SQL Lite Database Browser واللي هي أداة تسمح لك أنك تتصفح قواعد البيانات وما بداخل قواعد البيانات من يعني أعمدة وسطور ومعلومات. فيك يعني تعملها براوسي مثل تصفح يعني قاعدة البيانات. ممكن تستخدم هاي الأداة. الـ SQL Map هي أداة يعني ضخمة جدا، تعتبر إطار يعني في مجموعة من الخدمات لتنفيذ اختراق على أو تطبيق يعني اختراق ثغرات SQL Injection. فبتستخدم يعني SQL Map. بالإضافة SQL Map فيك تستخدمها يعني لاختراق المواقع في حال كان في بداخلها ثغرة SQL، وبالتالي اختراق قاعدة البيانات ويعني جلب قاعدة البيانات وتحميلها على النظام. فهاي الأداة ممكن تستخدمها لهي العمل. الباسورد أتاكس يعني هجمات كلمات المرور. بكال لينكس أو بمجال السايبر سيكوريتي عندنا الهجمات نوعين بتتم على كلمات المرور. هجمات ممكن تكون أوف لاين واللي هي الهجمات اللي هي لما بيكون عندك كلمة مرور يعني إلى هاش معين فالمفروض أنت تفكه لهذا الهاش حتى تحصل على كلمة السر. فهي الهجمات يعني تعتبر هجمات أوف لاين. أما لما تقوم بعمل تخمين على موقع معين يعني على حساب معين فهي الهجمات بتكون أونلاين، أو لما بتقوم بتحاول يعني تقوم بعمل تخمين على سيرفرات مواقع معينة وبيانات يعني أو على بروتوكولات نقل البيانات فهذا الشيء بيسمى يعني أونلاين أتاك على الباسورد. فهذا الشيء له أدواته يعني عندي هون القسم الأوفلاين أتاك. في حال كان عندك يعني هاش معين فيك تفكه بالهاشكات وأدوات يعني الموجودة بداخل الهاشكات، وممكن إنك تقوم باستخدام الأونلاين أتاكس واللي هي ممكن نستخدمها للتخمين على الحسابات مثلا هايدرا، ممكن نستخدمها للتخمين على البروتوكولات على السيرفرات. تستخدم يعني بتخمين اسم المستخدم وكلمة المرور. هذا الشيء بيساعدك لاختراق يعني شبكة معينة أو حساب أو أي شيء تحتاج تخمن عليه أونلاين. أما القسم الأوفلاين واللي هو هذا القسم الأول، عندي هون الباسورد
سهاش تولز. الباسورد سهاش تولز واللي هي عبارة عن يعني أداة وحدة بتتألف من يعني عدة أدوات فرعية، واللي هي عندي أنا يعني بدورة ممكن إنه نستخدمها لفك الهاش الخاص بكلمة السر. الهاش هو معنى يعني هو تشفير بيكون محاط بكلمة السر، فبنحتاج نفكه عادة حتى نقرأ محتوى الرسالة. عندي هون هدول الأدوات كمان، يعني هي أدوات موجودة نفسها بداخل القسم هاد، فممكن تعمل يعني بهذا القسم مثل ما حكينا مع الهجمات المختلفة على كلمات المرور لغرض فك الهاش واستعلام عن يعني محتوى الباسورد. الوايرلس اتاكس واللي هي الهجمات الخاصة بالشبكات الوايرلس، عندي هون بتتألف من عندي يعني البولتي والفرن واي فاي كراكر، أدوات يعني من خلالها ممكن إنه نقوم بمهاجمة عمل سبوفينج للبلوتوث لخدمة يعني البلوتوث، وممكن إنه نقوم بمهاجمة الوايرلس عن طريق يعني إنشاء وايرلس وهمية، ويعني عمل وايرلس مشابهة للوايرلس الأصلية، وبالتالي يعني خداع المستخدمين وسرقة كلمة المرور. وعندي الاير كراكينج واللي هي ادوات ما يعني خاصه ب الاستعلام عن البيانات ومراقبه الشبكه ومراقبه مرور حركه البيانات بداخل البروتوكولات وتعداد اليوزرات وهكذا يعني من معلومات، بالاضافه الى انه بتقوم بتعداد جميع الحزم اللي بتكون عم تمر يعني من بين المستخدمين بداخل الشبكه. ممكن يعني نستخدم لهالشيء الأدوات الموجودة يعني بداخل الوايرلس أتاك واللي هو هذا القسم. الريفرس انجينيرينج الهندسة العكسية، الهندسة العكسية معناها إنشاء شيء يعني مشابه لموضوع معين، مثلا مثل أنا أقوم بإنشاء تطبيق مشابه لفيسبوك بس أنا بنفس الوقت يعني بغير شوي فيه، بغير باسمه بغير بألوانه بستخدم نفس الخواص كلياتها يعني الخاصة بفيسبوك، هذا الشيء بسموه ريفرس انجينيرينج. يعني أنا حتى أقوم بعمل ضرر لشركة فيسبوك فممكن أني أنشئ يعني شركة مشابهة إلى بالخدمات، وبالتالي هيك بصير عندي أنا فيسبوك، وهيك يعني فيسبوك ما بيحق لها أنها تقوم بمقاضاتي على أنه هي أنه أنا عندي نفس الموقع، فلهيك بنقوم بعمل تغييرات بسيطة على يعني الموقع، وبالتالي بصير عندي الموقع بيمتلك نفس خدمات فيسبوك بس يعني موقع غير فيسبوك. فهذا الشيء موجود بالسايبر سيكوريتي كمان، يعني ممكن اني اقوم انا بعمل ريفرس انجينيرينج لتطبيقات اندرويد لمواقع لا اي شيء يعني برمجيات سيرفر معين بحيث اني احصل على شيء مشابه له، فحتى اقوم ب عمل هجمات الريفرس انجينيرينج. فبنحتاج يعني انه نقوم باستخدام هاي الادوات، ناسي مشي اللي عندي الرادار والكلاك. الاكسبلوتيشن تول ادوات اللي ممكن انه تستخدمين لاجراء الاستغلال او تطبيق الاختراق، اختراق الثغرة المكتشفة يعني. فبهذا القسم عندي الادوات SQL Map والسوشيال انجينيرينج تول كيت والسيرش سبلويد والام اس اف بايلود كرياتور والميتا سبلويد فريم ورك والكراك ماب اي اكس اي. هاي الادوات اهم الادوات يعني ممكن نستخدمها لتحقيق اختراق لثغرة معينة، يعني في حال كان اس كيو ال فبنحتاج اس كيو ال ماب، وفي حال كان ثغرة بداخل اي بروتوكول معين بنحتاج ميتا سبلويد فريم ورك لاختراق شبكة او سيرفر. فعندي هاي الأدوات يعني بتساعدني لاختراق أو تطبيق اختراق لأي ثغرة ممكن أنا تظهر لي. سنيفينج سبوفينج، سنيفينج وسبوفينج واللي هي معناها يعني الانتحال والتشمم أو الشم، يعني سنيفينج معناها هي الأدوات الموجودة ممكن نستخدمها لعمل انتحال أو استنشاق للحزم الخاصة بالـ DNS server، فممكن نستخدم لهذا الشيء Network Sniffer ونقوم بتنشق حركة البيانات اللي بتمر من داخل البروتوكولات بين المستخدمين. هذا الشيء بيساعدنا يعني
على معرفة معلومات عن تصفح المستخدمين أو عن نشاط المستخدم بشكل عام بداخل الشبكة. سبوف MITM واللي هي اختصار لهجمات مان ان ذا ميدل، واللي هي يعني في شخص لما بتقوم يعني بتصفح البيانات أو تصفح الإنترنت وتقوم بإرسال يعني طلب على سيرفر معين، فهجوم ميتم أو MITM أو مان ان ذا ميدل اتاك هي إنه شخص بيقوم باعتراض حركة البيانات وتحويل هاي البيانات اللي أنت عم تتصفحها، يعني بتصير تمر عن طريق جهازه وبعدين تروح على السيرفر. هذا الشيء بيساعده على يعني اعتراض حركة البيانات وبالتالي معرفة كل شيء عم تقوم بعمله من نشاط على الإنترنت. هذا الشيء بتحتاج تعمله هو الهجمات المان ان ذا ميدل. بالإضافة لهذه الأدوات كمان ممكن تساعدني يعني لتأديت نفس المهام بس لجلب وظائف مختلفة. أهم الأدوات يعني عندي هون الفيشار، وهي أداة لمراقبة حركة مرور الشبكة. البوست اكسبلوتيشن، البوست اكسبلوتيشن واللي هي يعني اختراق البوست، البوست هي تعتبر يعني عندي البوست ميثود، في عندي يعني تستخدم لتشفير البوست، يعني بتستخدم للتشفير ولاستعلام عن بيانات بداخل السيرفر. فهذا الشيء بيساعد يعني لما تقوم بيكون عندك هاش معين تحتاج انه تستخدم البوست اكسبلوتيشن تول، بحيث انك تقوم بعمل مثلا هون مثل ما ملاحظين ويب باك دورز، فيك يعني ادوات وظيفتها تتعامل مع الابواب الخلفية لتطبيقات الويب، وعندي هون الاو اس باك دورز لانظمة التشغيل، في عندي يعني اقسام، وعندي هون كمان في ادوات ممكن كمان تستخدمها، هي كلها ممكن يعني تستخدم بمجال البوست اكسبلوتيشن او يعني استغلال البوست. عندي كمان الفورينسيك، الفورينسيك واللي هو قسم الطب الشرعي الرقمي، واللي هو هذا القسم يعني بيتألف لما بيصير اختراق معين على شبكة معينة، فبيكون عادة الهاكرز يعني قاموا ب إيجاد ثغرة معينة على السيرفر مكنن من استغلال هذا السيرفر والدخول لهذا السيرفر ويعني سحب داتا من داخل السيرفر. فلما بيقوموا بهذا الشيء يعني فبيكونوا هن يعني عاملين خطوات معينة للوصول لهذا السيرفر، ففي نوع من القراصنة بيكون هن يعني شغلتين انه يقوموا بتتبع هدول القسم الأول يعني من القراصنة اللي قام باستغلال السيرفر عن طريق استخدام للفورينسيك، يعني تستخدم للتحقيق في إجراء الحادثة الرقمي أو حادث الاختراق يعني. فبيتم البحث عن يعني البرامج اللي تم استخدامها للدخول للشبكة، البرامج اللي يعني الباك دورز بيحللوا يعني شو هاي البرمجيات، شو وظيفتها، شو ممكن تأدي على يعني مهام على السيرفر أو على نظام التشغيل. فبتختلف يعني بدورة هاي الأدوات أو الباك دورز، لهيك بيتم يعني إجراء تقرير بالحادثة وعمل يعني معلومات كاملة عن الحادثة وتعداد الأدوات التي تم استخدامها بحادثة الاختراق، وبالتالي يعني ممكن نستخدم هاي الأدوات بحيث إنه نقوم بتحليل ومعرفة كامل يعني حادثة الاختراق اللي تمت على شبكة معينة من خلال استخدامنا لهي الأدوات. الريبورتينج تولز واللي هي القسم يعني المسؤول عن إعداد تقارير الاختراق. عادة يعني لما نسمع باختراق شبكة معينة بنشوف يعني خبر بمواقع الحماية بشكل عام انه في تقرير عن الاختراق وتم استغلال سيرفر معين والشبكة المعينة، تم استخدام أداة جديدة لاستعلام عن السيرفر، فمنشوف تقرير يعني. هاي الأدوات ممكن نستخدمها لإنشاء تقرير أو عن اختراق أو يعني أثناء جمع المعلومات، فمنستخدم هاي الأدوات. عندي هون السوشيال انجينيرينج تولز، السوشيال انجينيرينج واللي هي هجمات الهندسة الاجتماعية.
هجمات الهندسة الاجتماعية، واللي هي من خلالها ممكن انه نقوم ب يعني خداع الاشخاص لاقناعهم بانه يقوموا بموافقة على طلب او استقبال ملف معين من شخص مجهول الهوية. فهي يعني ادوات خاصة بالخداع، انا راح احكي عنها بشكل يعني مفصل اكثر بصفحة الفيسبوك عن السوشيال انجينيرينج بعدين، يعني بحيث انه نفصلها ونعرف اكثر عن السوشيال انجينيرينج. عندي هون الكالي اوفسيك لينكس، هون يعود يعني يعتبروا روابط. هاي الروابط هي الاكسبلويت داتابيس، واللي هي يعني استغلال قاعدة البيانات او الثغرات الموجودة يعني لاستغلال قواعد البيانات. فبإمكانك تقرأ مني وتبحث بداخلي عن الثغرات الموجودة. عندي هون الكالي باكس، الكالي باكس واللي هي يعني الأخطاء اللي بتكون موجودة بداخل كالي ممكن إنك تستعلمها. الكالي دوكس واللي هي أدوات أو يعني معلومات أكثر عن نظام كالي لينكس. عندي هون الكالي فورمز اللي هي أشكال يعني نظام كالي لينكس، وهون معلومات عن نظام كالي لينكس. هون في أدوات لكالي لينكس، والنت هنتر هي يعني توزيعة كمان خاصة بكالي لينكس، والأوفنسيف سيكوريتي ترينينج واللي هو تدريب خاص بكورس نظام كالي لينكس. وبالأخير الجزء الأهم واللي هو الفولن هاب. الفولن هاب واللي هو يعني عندك هون أنظمة تشغيل، هاي أنظمة تشغيل تعتبر تحديات لتعلم الهاكينج والسايبر سيكوريتي، فمن خلال ممكن إنك تقوم بإجراء اختراقات للتدرب على هاي النوع من يعني الاختراقات، تعلم يعني الهاكينج بشكل احترافي. فمفروض انك تقوم ان باختراق جميع هاي البوكسات بحيث انك تحترف كيف انك تكون شخص يعني هاكر محترف، في حال يعني كنت راغب، او اذا كنت راغب تكون شخص سايبر سيكوريتي او شخص يعني اكسبيرينس بالانفورميشن سيكوريتي. فبتحتاج احد يعني، ففي حال كنت محتاج تكون احد هاي الاشخاص، فانت بتحتاج يعني تقوم حرفيا بتنفيذ كل شيء عم اطلبه منك بحيث انك تتعلم اكثر وتقوم بتحسين خبراتك. هلا هيك نحن قمنا بشرح كامل الادوات هون وشرح كامل هذا القسم. بنلاحظ هون عندي انا يعني ما ضل اي شيء، هذا القسم قمنا بشرحه وهذا القسم كامل. ضل عندي يعني بس الفولدرات، بعدين بندخل نعمل جولة بالفولدرات بالدرس القادم، وبعدين نروح على التيرمينال وبنبلش يعني بسطر الأوامر. لحد هون بنتهي شرحنا وبشوفكم بشروحات تانية. سلام شباب.